Ah oui, une moitié. يعني الحالات الاولى اللي تفاوضت على المستشفى هي حالات ديال الناس ديال التلوذات، يعني اغلبيتها كان الناس غير مخلوعين، وكما حاله الذعر كانوا كيلكو بليسي، ومن بعد عاد جاو الحالات ديال الناس ديال الشبان اللي كانوا فريمون دي كاكرا، وتم استقبال ديالهم وتحكفوا بهم على احسن الطرق، وتنسيق مع المديريه الجهويه ومع وزاره الصحه انه الناس هاد الضحايا تم توزيعهم على تلوذات وعلى اكادير، يعني لوبيتال حسن دو اكادير وديال السكان وديال الشفاء تبعها، باش تكون واحد التكافؤ اليوم رفيق سورتو الناس اللي عندهم ليزوبيراسيون ديال الهرس وديال لي فراكتور اللي كاين. والحمد لله حتى الان راه اليوم الامور مستقره، بسم الله خير الجميع. بالنسبه للميديكامون الحمد لله راه الميديكامون موجودين، ما كاين حتى شي خصاص. التعليمات تعطات من سيدنا ماينسكو بالتكفل لهاد الضحايا من الجميع، من ا حتى زد، يعني بالماكل ديالهم، بالملبس ديالهم، بالميديكامون ديالهم، بكل شيء ديالهم، وما كاين حتى شي خصاص الحمد لله. وهادشي اللي كاين شحال العدد اللي كيتوافد عليهم؟ كيتوافد لحد الان من النهار الاول هنا، يعني ازيد من 1000 اللي توافدت على المستشفى لحد الان، توافدت من جميع الاعمار، يعني كيكون هي الله تزاد حتى الشيخ. الحالات اللي كاينه ديال الوفاه بطبيعه الحال حتى ديال الخطوره ديال الحالات، كاين الحالات اللي عندهم قصور بسيطه، وكاين اللي قصور خطيره، سورتو القصور اللي تكون على مستوى الصدر ولا على مستوى الحوض، هذوك راه يعني تتوبيراو لو بلو رابيد، سواء كما قلت لكم سواء هنا سواء في اكادير سواء في الشتوكه سواء في انزكي. بيان سور التنسيق هذا ديال المديريه الجهويه لوزاره الصحه. شحال من حاله غادرت المستشفى منذ يوم الجمعه الماضي؟ من الجمعه تقريبا، لانه كاين الحالات اللي غير تشافوا عندهم غير كدمات بسيطه وشي حاجه، راه تقريبا ازيد من 60، راه تقريبا خاصها تمشي. واللي دابا اللي ناعس عندنا دابا تقريبا واحد 150 160 واحد اللي ناعس عندنا، باقي ناعس عندنا، زائد الناس اللي مشاو للمدن الاخرى. شكرا.